عزيزي عزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم رضا صداد. اليوم غادي نديكم لواحد اول مدينة اللي هي دوزت فيها من 1987 حتى 1996، يعني من تماك علقت الألمان. يلاهو معايا التتويت. كازابلانكا أو الدار البيضاء، سنة 1987 وبالضبط في شهر نوفمبر، شهر البرد والشتاء. وذاك النهار قررت نغادر حياة العائلية ونعيش حياة موسيقية. أكادير كانت هي المدينة اللي كنت كنحلم بها، كانت كتجيني بحال مايوركا أو إيبيزا، وأنا نقرر نمشي ليها. شديت الكار مع 10:30 الليل، وفي ساكي عندي جوج فرماجات ومسيكا. فيما يجيني الجوع نكالميه بمسيكا، ومرة مرة نعض عضة في الفريميجا. واحد وقيت الكار وقف بينا الناس كتعشى، وانا قاتلني الهيمري باليا واحد الكاميو كيفرق في الحليب على الحوانت، وانا نقرر نخول لي شي نسيطرو. الخطوة الاولى اللي كنت غادي لداك الصندوق ديال الحليب، شدني واحد السيد من كتفي وقال لي: يا رضا لاباس عليك، كاين شنو كدير هنا؟ فين غادي؟ واش عرفتي شكون انا؟ هو كيهضر معايا وانا مقابل غير مول الكاميو اللي يمشي، وهو يقول لي: يلا تعشى معايا، انا راه مع ولادي. خديت واحد ساندويتش ديال المرقاز بالهريسه وواحد كوكاكولا، كليت النص ساندويتش والنص خليته نكمل به طريق الاكادير. الكار وصل بينا الاكادير مع 6:30 الصباح، المحطه اكادير اللي كانت في تل برجت، وكان البرد والظلام. وانا نجبدها حتى البحر على رجلي. البحر هو الوحيد اللي بالي في غنعس فيه هذاك الصباح. كلافي ونعست عليه، هو يديني النعاس. حتى الصباح فيقتني الشمس والصهد، الفيقة اللي فقت لقيت دايرين بيا الكوار، شي كيدهن الزيت شي نعس، وانا نقول في خاطري: اجي ياك ما حركت. المهم هزيت حوايجي وانا نور دبر على راسي. اول محل وصلت ليه هو مطعم فيستيفال.
شفت المدير هضرت معاه هو يقول لي واش تبدا غدا وانا نقول ليه هي الاولى وانا نمشي فرحان وانا نمشي الكامبينغ اللي كان قريب ليه سكنت فيه عامين من تماك وانا بديت كنحس بحياتي كتحسن وليت كنخدم في لي زوتيل وكنسكن فيهم كناكل فيهم ونشرب فيهم وليت كنتعاشر مع الكوار صاحبت مع الكوار وليت ندوي باللغه ديالهم الاغلبيه كلهم دي زالمون وليت نهضر بالالمانيه فحال الدارجه اوتيل ريو تيكيدا في بالاس هذا هو الاسم الحالي ولكن في 1987 كان سميتو اوتيل الامنيه هذا الاوتيل كنت خدام هنا واليوم كله تبدل بكري كان اوتيل خطير تالمو كان جالي المالك محمد الخامس ودخل ليه وقال لهم هذا الاوتيل خطير بزاف 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 هاد لوطيل خدمت فيه تقريبا واحد 5 سنين تا هو كلت نوغي لوجي يعني كانت عندي لا شومبر الداخل كنت كنخدم لداخل وكناكل وكنشرب وكنعس وكنتخلص خدمت كيف ما قلت لكم مده طويله وكانوا غير لي زالمون في هذوك ليبوك وديك الساعه كنت كندير الموسيقى وكنت كندير لانيماسيون يعني كنت كنسالي في الموسيقى كنهبط مع لي زانيماتور وكنديروا دي سبيكتاكل دي شو دي تياتر دي بلاي باك كنا كنديروهم للتوريست لتحت في لابواط هاد لوطيل دوز فيه تا هو من اجمل 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 ايام توعي يعني هاد لوطيل هو اللي بديت فيه لو ديبار والاكسبيريونس اللي دوز في حياتي من الاولى صحيحه ودابا غادي نمشيو ديريكتومون للبلاصه اللي جايه السلام عليكم وكل شيء مزيان الله يحفظك الله ينصرك علي جاينيك يلا Le restaurant César. Après, j'ai le restaurant César, خدمت مع صديقي سفيان اللي كان كيغني واللي هو كان من بعد مشى معنا لالمان وعشت انا وياه في لالمان وخدمنا بزاف في لالمان. الوغ César في 1992 كنا مقرب لينا كيف ما كتلاحظوا معنا هاد César هادي لا تيغاس ديالها كانت كتعمر كومبلي وداخل كتعمر كومبلي. تيلمو كل الناس كانت كتسنى ساعة حتى لساعة ونص باش تسنى الطبلة تخوى ويجلسوا فيها هما يتعشاو ويقصروا معنا كنا احنا جوج الناس مقرب لينها يعني كان معايا سفيان كان كيقلد كاع الاصوات اصوات ديال سويس امسترونغ كان كيقلد الاصوات ديال باربارا سترايزن لافوا ديال المراه الراجل فحال مثلا وي ار ذا وورد كنا كنقلدوها بجوج هو ديجا كان كيقلد شي 6 ولا 7 ديال الاصوات وانا كنت كندير لو غيست وكنت كندير الكورال معاه هذا الريستوران سيزار من بعد كان جا لو باترون ديال بيت كلوب الله يرحمه اللي هو مسيو بالحسن قال الشيف داليماسيون قال ليه شوف هادوك التراري اللي كاينين في سيزار بقى سامر عليهم جيبهم لي عافاك لوطيل يخدموا عندي وباي ثمن
ودابا يلاه معايا تكتشفوا لوطيل بيتش كلوب. فاش وصلنا لوتيل اكادير بيت كلوب ولا عندنا واحد لافونتاج سوين اشنا هو ولا عندنا لي شومبر سكيفي الاخ سوفيان خدا اون شومبر وانا خديت اون شومبر تمن ما هضروش معانا عطاونا فريمون تمن اللي طلبت ليهم نوري لوجي وكل شيء الحمد لله كان عندنا تيلمون ما كناش كنخرجوا من لوتيل ولينا كناكلوا نشربوا ونعسوا وجالسين داخل ما كنخرجوش نسينا على الزفت او للشاريع او للطومبيلات ما بقيناش كنسمعوهم بقينا هنا لمدة 3 سنوات غادي نديكم تكتشفوا معايا الداخل ديال لوتيل ومن بعد غنديكم في مشينا مورا بيتش كلوب يعني مشينا الريستورون لاسكالا البار اللي هو سميتو كوكتيل بار هادي هي لا سين اللي كنا كنطلبو فيها اكزاكتومون انا كنت كنلعب في هاد الجهه والاخ سفيان كان كيوقف في هاد الجهه والكليان كان كلشي عامر غير بلي زالمون يعني غير بشهب الراس الريبرتوار اللي كنا كنلعبو كنا كنلعبو كلشي سيتادير من لي بيتلز البيتجيز الموسيقى ديال العالم كلها كنا كنلعبوها والكليان كانوا كيمشيو فرحانين وناشطين وكيخصهم ولا بد يعاودوا يرجعوا باش يتفرجوا فينا
خرجنا من اوتيل بيس كلوب جينا ديريكتومون للريستورون لا سكالا اللي هي ديال واحد السيد سميتو ايبيل ابيتان. هاد ايبيل ابيتان هو سي تان جويف دو كازابلانكا. ايبيل هو سي تان غران باترون. علاش كيعرف اشنا هما لي زارتيست, كيعرف الغاسترونومي, لو باترون كيخصو كيعرف اشنا هما لي صوص, اشنا هو اللحم, كيفاش اللحم داير, واش تذبح البارح ولا البارح ولا اليوم, خصو يكون كيعرف كل شيء. وكيف ما كتعرفوا للاسف اليوم ما بقاوش بحال هاد لي باترو اللي كنا كنعرفوا من شحال هادي, وهذا واحد منهم. زائد على هاد الشيء كيعرف كاع الاغاني القدام, يعني كنتي الا كدير شي فوس نوت او لا كتغني عيان الباترو كان دغيا كيعاقبك كيقول لك اش كدير هيا. سو كيفي الا ما كنتيش ان تري بون ارتيست لا سكالا ما عمرك تعزف فيها. دونك خدمنا في لا سكالا بوندون 3 ans اللي خدمنا فيها, من لا سكالا مشيت لالمان, وهكذا سالات القصه ديالي في مدينه اكادير. ودابا غادي نمشيو لمدينه مراكش الحمراء. يلا معايا. عزيزاتي وحبيبي حبيباتي, كيف ما كتلاحظوا معايا اليوم رجعت من مدينة أكادير إلى مدينة مراكش, المدينة اللي مستقر فيها أنايا وكنعيش فيها لمدة 4 سنين. دابا كنتمناكم تكونوا عشتوا معايا لحظات زوينين في أيامات جولي في أكادير, وكنتمنى إن شاء الله نتلاقاو في الحلقة القادمة.